السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف في اليونت في برنامج الاركيكاد. هروح للاوبشن واقول له ان انا عايز وركينج يونت، فبيقول لي انت عايز الطول يبقى بأني وحدة قياس، والديسيمل اللي هي بوينت 1 ولا بوينت 2 ولا هكذا بالشكل ده. يعني كده بعد البوينت هيبدأ يجيب لي رقمين. ممكن تقول له مثلا لو انت في المتر هتلاقي فتح معاك لحد 4 ارقام بالشكل ده، والاريا برضو لما سكوير ميتر لما بالانش لما بالفيت، وكذلك الفوليوم والانجل وهكذا. طيب لو قلت له اوكي وقلت له ان انا عايز ارسم مول، وهبدا ارسم، ولو دوست شيفت هو بتاكد ان انت راسي وافقي بالشكل دوت. تمام، لو انا قلت له مثلا 30 ودوست انتر فبدا يرسم 30 اهو بالشكل دوت. ممكن اقول له لا خليها مثلا 20. لو دوست تاب بيبدأ يشوف الأرقام اللي بعد كده. يعني أول حاجة ديستانس، الأنجل تبدأ تتحكم في الأنجل، والإكس والواي والزد تقدر إن أنت تكتب الأرقام بتاعتهم من هنا. مجرد إن أنت دوست تاب بتبدأ تبدل بينهم.